السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم كده مراجعة سريعة على الـ ZDK، هنشتغل معاها اكس كنترول سي 100. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين اهو، دي الدخلة بتاعة الباور، وبعد كده الدخلة بتاعة الريدر. انا حاطط اتنين ريدر، واحد واحد لونج رينج وواحد عادي، ودي اللوحة زي ما احنا شايفين سي 100. اول حاجه بندخل فيه بنلاقي ريد تكست في الاول، ان لازم بيقول لك لازم ننزل نت فريم 4. لو هي مش موجوده لازم تنزل الاول. لو انت عندك نت فريم موجود اصلا مش مشكله. سيت اب، بدخل على سيت اب زد كي اكسس 3.5 اللي هو اخر تحديث، بدوس بعد كده نيكست. بيقول لي انهوت، بعد كده نيكست، بعد كده هو بيسألني الداتا بيز عايز تحطها فين. لازم طبعا تحدد له مسار، وما يحسنش ان هو تبقى موجود في السي، لازم تحطها يعني تحطها في الدي او في مكان. هو مش هيعدي الخطوة دي غير لما تختار له في الدي. فانا مثلا هعمل له في الدي مثلا داتا بيز باك اب مثلا زي ما احنا شايفين هنا اهوت، وبقول له اوكي تمام كده زي ما احنا شايفين. نيكست، كده تمام، يعتبر نزل كله. هتقول له عايز ريستارت للكمبيوتر، يعني ممكن افضل يس yes طبعا، بس احنا عشان بنسجل نجرب نو no. تدخل دلوقتي على الزد كي، الايكون بتاعي هي موجودة انا هو برضو برا هي بيعمل طبعا ابجريد للداتابيز. بعد كده الديفولت بتاعه في الاول ادمن ادمن، وتقول ريمبر مي عشان مش كل مرة تطلبه. زي ما نشوف في حته كبيره قوي كده على اليمين، انت تبدا من الشمال لليمين حسب السهم. يعني نبدا من الشمال ديت اللي هي ديفايس، بيدخلك هنا انك عايز تاد ديفايس. طبعا انت عشان تعمل اد ديفايس الاول انت لازم تعرف الديفايس هو موجود فين. طبعا هو تعمل هنا مينيمايز في جوه ال بتاع نفسه اللي هو البرنامج نفسه، في تولز، في فولدر اسمه تولز هنا اهو، في حاجة اسمها سيرش بانل. هو بيعمل اوتوماتيك سيرش نوت لما تدوس على ده. الحلو فيه بقى ان انت مش لازم تكون في نفس تاخد اي رينج ولا اي حاجة، هو بيدور بحاجة اسمها الماك ادرس. فالماك ادرس ده بيريحك ليه؟ ان هو بيديك بيدور بالماك، وادي هنا عرفنا ان هو ده الرقم بتاعه. مش الديفايس نيم ده اللي انت بتشتغل عليه اللي هو النيم، انما ده الطبيعي بتاع اي بي ادرس 192. يبقى احنا لما اضيف ان اهو ده ارجع على اقول له اد، بيتفتح لي ويزرد اقول له نيكست. طبعا ده اشتغل تي سي بي ولا لازم نحط نفس الرينج الاي بي؟ لا، الاي بي بتاعه هو اللي انت لاقيه 192.168.1.201. الاي بي بورت ده ثابت. الكوميونيكيشن باسورد انا ما فضلش احط باسورد عليها، هي خلاص بتاعتي انت هتشتغل عليها. ادي نيكست اهوت. ده طبعا بتاعنا ده 1 دور عشان سي 100 ديت 1 دور. بعد كده بتقول نيكست، هنسميه مثلا هنا تيست. بعد كده الاريا نيم بتختار، لازم اريا يعني بتحط لها اريا اللي هي المفروض يعني بتخلق اريا، بس هي ما هي بتخيق بتفترض ان هي الاريا نيم موجود. بعد كده بيقول لك سنكرونس ديفايس تايم مع البي سي، يعني التايم بتاع البي سي هيبقى هو نفسه، اقول له اوكي. لو هو طبعا انت واخدها من لوحه قبل كده بتقول له كلير داتا ان ديفايس وان ادينج،
يعني لما انا هضيفه دلوقتي انه هو، وانت اللوحه دي في واحد دخل عليها قبل كده وعمل فيها، فبتقول له لا ادخل ومسح لي الدنيا كلها. فينش طبعا بياخد بروسيسنج شويه. هو الحته دي بيقول لك ان انا ما عرفتش اضيفه، بس انت لو دوست هنا فينش هيفضل يعمل كده. انت فعلا لازم تدي الرينج، هنعمله من وايز دلوقتي، لازم تدي له الرينج بتاعك. اخليها نفس الرينج عشان هو كده مش عارف يدخل. ايوه مثلا كده اخليها هي 100 86 1 خليها احنا 100 ماشي تمام ماشي كده ادي اوكي. لو قصت لو فينش هيفضل يعمل بروسيسنج عليه المره دي حي ان شاء الله بدل كده عشان احنا كناش واخدين الرينج بتاعه. بس بيقول لك ذا ويندوز كلوز 1 سكند، لو سبته اوكي بيقفل واحد. دلوقتي احنا عارفين نشوفه. دلوقتي احنا ضفنا الديفايس، نيجي على الاكسس كنترول هنا اهو. المفروض هنا قدامك الباب هنا اهو بنفس المنظر ده. طب انا عايز اعرف هو بيشتغل ولا لا، ولا يعني هعمل كليك يمين واقول اوبننج. بص لازم افتح، لازم اسمع التكه لما اقول اوكي. بص 15 ثانيه وهتقفل التكه تاني دلوقتي. ده على اساس ان انا ظبطتها ل 15 ثانيه. لو انت عايز تعملها مثلا، عايز تفتح خمس او ثلاث ثواني مثلا، تقول له اوكي. ايه بص اهو ثلاثه مثلا. ثلاث ثواني وتقفل. وبيديك هنا في المنظر ده الريل تايم مونيتورنج هنا اهو، كل المنظر اللي انت عايزه. ريموت اوبننج انا اللي فتحت عن طريق السوفت وير. ايوه بالظبط. لو انا بقى قربت مثلا كارت من الريدر كده اهو، بص هنا قال لك ان الرقم ده بس هو الرقم موجود. اري لو انت مثلا عايز التاج بتاع النداء مثلا اهو، ادى اداك ان هو في هنا ايه كارت اهو. بس بيقول لك هنا بيرسونال نوت ريجسترد، وقال لك عليه هو تاني الفاليديشن انترفال تو شورت، يعني اللي هو ما اديني فرصه شويه. تمام كده. وهنا بيقول لك ان ده في التست اوت وان. طب ليه اوت وان؟ لان هو 1 دور واثنين ريدر، ريدر ان وريدر اوت. فممكن تبرمجهم الاثنين دول يعملوا في نفس البتاع. يبقى كان لازم يتقفل. يتقفل ومكتوب عليه بص يقول لك اكزيت بوتوم اوبن، وبرده واخد ال 15 ثانيه لغايه انت ما تظبطها. في هنا بتعمل كليك يمين قلنا الاوبن، وفي كلوز وفي كانسل. قربنا في الارم انت بتكنسل. طب انت لو عايز تضيف واحد، لو عايز تضيف مثلا الرقم ده اللي هو بيضرب ده، اللي احنا الرقم ده اللي هو الرقم ده عايز تضيفه، بتعمل ايه؟ عندك كذا طريقه. يا اما تاخد الرقم ده وتبقى عارفه، او بتعمل ايه؟ تيجي على البيرسونال وعايز تضيف واحد. يا اما عندك شيت اكسل كامل بتدوس امبورت، وطبعا لازم اكس ال اس، وتقول له مكانه فين وتاخد كل اللي انت عايزه منه. وانت عندك واحد بيسالك بقى الفيلد رقم واحد ده هيبقى ايه؟ كارد نمبر. الفيلد رقم اتنين بالتفصيل ممل يعني. هتيجي هنا تقول له هدخل على الدي الدي ورك 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 لوريف لوريف مثلا. عندك كارد هولدر مثلا ده هتقول له اوكي، تقول له نيكس. حلو واحد واحد كان مظبوط، التاني ده وحش اللي هو الاولاني. بص يا سيدي سكر، ده بيقول لك ان انا لما فتحت في الحاجات دي كلها هتقول له عايزها كلها. تمام. تبدا تقول له، يبدا بقى الحته انت كنت بتسال عليها. هيقول لك انا هو المنظر ده كده قدامي، لما بتفتح الاكس شيل اللي عندك فيها الحاجات دي كذا، وكارد نمبر كده اهوت وكل حاجه. هل في حاجه هنا غلط؟ لو في حاجه غلط هنا بتظبطها بايه بقى؟ بيقول له بنكست. هنا البيرسونال اي دي ده العش، حاجات اللي على الشمال دي بتاعت الاكس كنترول، الحاجات اللي على اليمين دي الحاجات اللي جوه. زي ما انت شايفين اللاست نيم هنا في الكولوم عندك رقم 4. فانا بقول له لا انا عايز الكارد نمبر بتاعي في الكارد نمبر. الفيرست مثلا لو انت عندك جندر، هنا في جندر، ما عندكش جندر بس، فممكن تخليه تليفون مثلا او جندر هو موجود. اللاست نيم وكذا
يعني انت حسب انت بتحط يعني النيم ده ممكن اخليه نيم هنا واخلي اللاست وال ده نفس النيم. يعني اقول له امبورت الداتا دي بس احط الداتا في مكانها الصح. ايوه انت بتظبط ماشي. انت لو دوست نيكست هيظبط لك الدنيا كلها. اوريك مثلا اللي هو دوست نيكست ضاف لك كل الحاجات دلوقتي اللي موجوده. سيبك ان ديت طبعا في اخر واحد ده اما بيوصل له بيعمل لك نفس الايرور ده، بعد كده بيقول اوكي ويبدا تلاقي دي كلها اتملت زي ما احنا هنشوف دلوقتي. اهو كلوز، ادي هو البيرسونال اي دي، فيرست نيم. طبعا احنا عشان مش حاطين حاجه جاهزه، اللي يهمنا الكارد نمبر ده لو موجود واللي انت عايزه. تمام كده. طبعا لو شكيت من فوق دول كلهم وعملت ديليت لان الحاجات دي مش طبيعي، ادي هنشيلها خالص اهو. وانا بقى نيجي دلوقتي بقى البيرسونال ايديت بديل الاثوريتي بتاعته. بالظبط بالظبط. هنا بقى انا في حالتنا دي انا عايز اد واحد بس في ايديا اهو، ادي اد وبيرسونال اي دي، ده رقم داخلي ليك للبيرسونال مثلا، يعني رقم زي مثلا الرقم الداخلي في الشركه انت رقمه 22 مثلا او 100 مثلا. ماشي. الفيرست نيم دي مثلا حضرتك ضياء. ماشي. ممكن اللاست، الحاجات اللي قدامها احمر استرك احمر دي مهمه تتدخل. الحاجات التانيه دي لا. الباسورد لو انت عايز تعمل باسورد لو عندك، يعني ليه الباسورد دي؟ لو انت عايز الريدر نفسه في كيباد. ماشي. الايميل اليو اس بي فينجر برنت سنسور لو في باسورد، يعني انا علشان اضرب الرقم الشخصي تضرب مثلا ريدر وباسورد او تضرب باسورد بات حسب. يعني الديبارتمنت هنا طبعا بتختارها مثلا، هي طبعا انت ممكن تزود زي ما انت عايز، طبعا انت بتبنيها في الاول. فكامباني نيم اللي هي بتاع دي المهمه بقى. الكارد نمبر ده اهو بتيجي اهوت بتقول له، بيقول لك ان اهو اسكانه عن طريق انت كيف. عايز فانت بتقول له على الريدر بتاعي ده، فاقول له اوكي. اجي هنا لما اقرب هنا اهو قرب طلع لي رقم على طول. دي في ميزه حلوه قوي في الست كي في الموضوع دوت. طب لو انا عايز ادي هنا التست 1، لو انا عايز نجرب التاجات بتاعتي مثلا واقول له هنا سوري، لو اقول له اوكي اراها مش على طول. تمام كده. طب احنا هنعمل مش التاجيه ديت، خلاص خليها اوكي. التاجيه ديت الفون نمبر بتدخله وتقول له اوكي كده. ده في الاثنين تو بيرسونز بالظبط. نيجي نشوف هنا في الريل تايم ده هل هيفتح ولا لسه. لو مش هيفتح عشان ما تدوش اكسس ليفل، وما تدوش اكسس ليفل. تيجي هنا الاكسس ليفل الاول، لازم تضيف اكسس ليفل. هتقول له اد الاكسس ليفل ده، هتقول مثلا اهوت ان اللوحه دي تشاور عليها الاول اللي احنا مسميها تيست، وعايز اضيف ليها كل الكروت ديت، وعايز التايم زون بتاعتي دي مهمه قوي 24 ساعه على طول. ماشي. وتسمي الاكس ليفل دي اول عشان بضيف فيها. ايوه كده بتعمل انت اوكي كده. كده بقى يبعت للوحه هتقول له سينك ناو، تعمل ايه بيعمل اللي انت عملته ده يبعته على طول، بحيث لما نشوف دلوقتي في الريل تايم مونيتور لو ضربت هنا تمام سامع التكه، ولو انت طب استنى 15 ثانيه عشان احنا ما عملنا، والثانيه دي بقى هنا وادي هنا ده فتح برضه كده وكده خلص الموضوع. في اي اسئله ثانيه؟ انا هو ده اتحكم في الزمن الريلي. عايز اخد هنا تيجي هنا اهوت، عايز دور سيتنج، عايز تتحكم في زمن الليل بتدوس على ده وتقول ايديت هنا اهوت. ديول في هنا الرقم بتاعي 24 زون ديورس لا سيكو الباسورد ديت هنا اهوت، دي مكتوبه لوك اوبن ديوريشن 5، انت عايز تخليها مثلا دقيقتين مثلا تقول اوكي وكده اخد ثانيتين بالظبط وتعمل سينك. كده اهو 1 2 على
كده تيست 1 والريدر تيست 2. لو انا عايز اخد من الداتا بيز دي باك اب، انت نهوت اي حاجه انت واقف عليه نهوت، مثلا انت عايز البيرسونال اللي انت عملته ده الناس دول عايز تعمل تشاور عليهم كلهم وتعمل اكسبورت عادي، تقول له مثلا حطها لي في الديسكتوب وهو في الحرب بيعملها اكس ال باي ديفولت. اما بيعمل فايل مش عارف ايه موجود، بيقول لك انه موجود اصلا، هتقول له اوكي نفس المنظر ده. طبعا لو فتحته نهوت اللي هو بيرسونال ده هتلاقيه بنفس المنظر اهو، بيديك البيرسونال فيرست نيم لاست نيم الكارد نمبر بتاع اللي كل اللي انت عايزه، ديبارتمنت نمبر جندر كل اللي انت عايزه. انتي باسباك لو انت مش عايز حد يدخل من الباب ده مرتين، يعني لو عملت انتي عايز افعل انتي باسباك هقول له اد، هيقول لك على انه واحد هتقول له تيست وعنده انتي باسباك عليه، هقول له اوكي سينك. بس ده طبعا يعني لازم يبقى فيه ليك اتنين ريدر دخول وخروج ماشي. فانت هنا لما اجي هنا ريال مونيتور انا ضربت اول مره اهو ماشي، وديت كارت لزميلي اللي ورايا عشان يضربه، بص قال لي انتي باسباك ما ينفعش. الاكسس ليفل ده لو انت عندك شيفتات، احنا عندنا طبعا واحد، لو انت عندك شيفت ثلاث شيفتات مثلا او شيفتين هتقول له الشيفت الاولاني بقى هتحط ده هنا وهنا. طبعا هو في الحاله ديت انت لازم تعمل اكسس كنترول تايم زون، فدي ما ينفعش تعملها عشان مفيش غيرها، يبقى تايم زون الاول هتقول له اد تعمل تايم زون، بيديك كده الايام كلها. انا عايز الشيفت بتاعي ده اللي يجي ده يشتغل من يوم مثلا الساعه 3 لغايه الساعه 6، والشيفت الثاني بيجي الاربع من هنا لهنا ماشي. اي حاجه انت عايزها بتعمل اللي انت عايزه. ايوه فاهمني. واقول له مثلا دوت التايم شيفت، تايم شيفت مثلا 1 اوكي، واقول له اوكي خلي سينك في الاخر. بعد كده اجي هنا على الحته بتاعتنا اللي هي اكسس ليفل، عايز اعمل اكسس ليفل جديد، هيسالني انه تايم شيفت انت عايزه 1، هدخل برضو اللوحه اللي انا عايزها فيها، والضيه ده هيشتغل في الشيفت رقم 1 بس، واقول له اوكي مش هيشتغل غير في الوقت اللي انا محدد له عليه. تمام كده. لازم ادخل الاكسس ليفل ده خليه مثلا تايم شيفت 1. تمام كده. ايوه. الدور سيتنج عرفنا ان احنا ده الدور سيتنج بتاعنا بنظبطه من جوه. الهوليدي لو في ايام عطلات بتزودها عشان تبعده من التايم زون. المالتي كارد اوبننج دوت ده عشان لما تفتح هنا اهوت مالتي كارد بيرسونال جروب، يعني كارت واحد بيعمل كذا حاجه يعني فاهمني. انت مثلا لو ضفت انا اهو مالتي كارد اوبننج مثلا، بتبقى انت مجمعهم جروبات مع بعض وتقول لي الجروب ده والبيرسونز جوه. ايوه ماشي. بتسميها كل حاجه وجروب نمبر 1 وهكذا، بحيث اللي انت تعمله في جروب واحد يتعمل في كل الكروت اللي بتاعها. دي التقارير العاديه دي زيها زي اي تقارير. ولو انا عايز افعل التايم اتندنس بضيف التايم اتندنس بتاعتي هو الجيز بتاعتي من فين لما فين، دوس التايم اتندنس بيفتح لك برنامج تايم اتندنس بتاعه هو، وهو سهل جدا يعني. هنا اهوت بيقول لك بقى انت بيديك طبعا ان هو الاوفر تايم سيتنج، يعني انت مديله مثلا هيشتغل ليفل 1 و 2 3 ساتردي كاونت وورك مثلا دوت. وده طبعا انا مش قوي في الاتندنس يعني، بس هو ليه ناسه يعني وتعمل مفتوح قوي. اوكي طبعا زي ما شايف الديفايس هنا. بعد كده دخلنا بيرسونال اللي احنا عملناها، اوبيسايد تايم زون اللي عدلناها، هوليداي دور سيتنج اكسس ليفل ريال تايم مونيتور يعني هو الريبورتس. فاهم انا قصدي؟ يعني هو في الحالتين بيوريك ايه البدل اللي احنا بنشتغل فيه ده يسهل الدنيا كلها.
انت قلت لي دلوقتي ان انا عايز الديفايس دي نفسها اعمل لها باك اب سيستم هنا. داتابيز داتابيز ريستور هنا مايكو ده لازم لازم يبقى هو لازم اللي هو باك اب اهو باك اب داتابيز وهنا ريستور داتابيز باك اب داتابيز احذفها على الديسكتوب عادي مش على الديسكتوب سميها باك سيف تمام امسح بقى امسح بقى الديفايس هنا امسح الديفايس وامسح البيرسون امسح كل ديليت اوكي وديليت للبيرسون بقى انا خدت هنا باك اب للبيرسون ما احنا خدنا باك اب للسيستم كله بقى ديليت كده ديليت بس كده احنا كده في حاجه تانيه لا مفيش حاجه ادي كله فاضي حاجه اعمل هنا ريستور خايف نفتح تاني الديفايس اللي احنا شايفينه اهو والبيرسونز زي نجرب كده بيشتغل او مشتغلش طبعا شكرا شكرا جزيلا للمستمعين.